الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. الحركات الإصلاحية مهما سمت دعوتها وارتقت أهدافها تظل مجهودا بشريا يلحقه القصور ويعتريه النقصان، ومن واجب الدعاة والعلماء دراسة هذه الحركات للاستفادة منها والتنبيه على ما حصل فيها من هنات وزلات مع بيان فضلها والإشادة بإنجازاتها. ومن أهم الحركات في العصور المتأخرة هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد كان لها ولا زال تأثيرها البالغ في واقعنا وفي الحركات المعاصرة. وكأي دعوة يوجد في أتباعها المغالي المتنطع والمعتدل المقتصد. فما هي أوجه الإصلاح في دعوة النجدية، وما مظاهر الغلو فيها؟ حول الدعوة النجدية بين الإصلاح ودعاوى الغلو نحاور الشيخ الحسن الشريف الكتاني، رئيس الرابطة العالمية للاحتساب وعضو هيئة علماء المغرب العربي. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا. حياكم الله. أهلا وسهلا بك شيخ حسن. ربما نبدأ ببداية أو سبب ظهور دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، طبعا في القرن الثامن عشر أو في الثاني عشر الهجري صار هذه الدعوة ومؤيدوها، وبعض المتابعين يرى بأن سبب ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو انتشار البدع ومظاهر الشرك في الجزيرة العربية، مما حدا بالشيخ إلى دعوة الناس إلى التوحيد من جديد. فلو تفضلت ببيان هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فأشكر إخواني في قناة التناصح على إتاحة هذه الفرصة لي، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه القناة منارة للهدى والخير. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى في كل زمان علماء ربانيين أو أمراء صالحين أعادوا للإسلام شبابه، أعادوا للدين وجوده، أعادوا أحكام الله عز وجل كما كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد ابتليت الأمة الإسلامية في القرون الأربعة الأخيرة بعصر مظلم غشي سائر مجالاتها، غشيها في المجال السياسي حيث ابتليت بحكم عضوض متخلف بعيد عن الأحكام الشرعية في العالم الإنسان كله، غلب عليه الجور والظلم وعدم الاهتمام أو عدم الاتباع لشرع الله، وإن كانوا يدعون أنهم يعظمون شرع الله ويتبعونه، ولكن عمليا كان الشرع يتجاوز كثيرا. وأيضا ران عليها، على الأمة الإسلامية، في عقائدها، في سلوكها، في عباداتها، في فقهها، في سائر الأمور، غشاوة غليظة من الجهل ومن التعصب ومن الاختلاف، من البعد عن الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر يعني كان يظهر بوضوح في المناطق النائية عن الأقاليم، عن العواصم الكبرى، ويظهر أيضا في العواصم الكبرى. يعني إذا كان هذا الأمر واضحا في العواصم الكبرى وهي الحرمان وبغداد ودمشق والقاهرة وإسطنبول وفاس وغيرها وتونس وغيرها من الأقاليم الكبرى ودهلي في الهند وغير ذلك، كيف بالبوادي البعيدة؟ فإن الذي حدث في البوادي البعيدة أمر عظيم، حتى إن الناس يعني ما يعرفون الدين وما عدا إلا ما كان ممن أكرمه عز وجل باتباع زاوية من الزوايا الصوفية التي كانت تدعو الناس إلى الله وتعلمهم شعائر الإسلام الابتدائية وما إلى ذلك، كما كان الحال في كثير من البلاد. قال الزوايا الصوفية دور بارز في هذا الأمر، لكن هذه الزوايا نفسها كانت قد غشيتها غواش كثيرة. ومن الأمور التي
يعني من الأمور الحقيقة الهامة التي بنيت بها الأمة الإسلامية في العصور المتأخرة هو المبالغة الكبيرة في قبور الصالحين وأضرحتهم وسائر ما يتعلق بذلك. نعم. طيب إذن شيخنا الكريم بهذا الوصف يبقى جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب لدعوة الناس إلى من جديد إلى دين الله وتصفية العقيدة، وأيضا الرجوع إلى الكتاب والسنة، ربما أيضا كان من مظاهر هو وجود التقليد والتعصب المذهبي. نعم، التعصب المذهبي كان شديدا، حتى إن المساجد يعني الثلاثة في الحرمين وفي حتى في الأزهر وفي دمشق وفي المشرق كله، يعني هذا الأمر لم يعاني منه أهل المغرب لأنهم كانوا على مذهب واحد وهو المذهب المالكي، لكن أهل المشرق يعني عانوا، حتى إن المساجد كان فيها أربعة محاريب في كل محراب مذهب من المذاهب يصلي، يعني افترقوا كأنهم أربعة ملل. وأيضا في بلاد الغرب الإسلامي يعني حصل نوع تعصب لمشهور المذهب، وهو أكثر من ذلك، هو ليس تعصب لمشهور المذهب، هو تعصب للعادات والتقاليد التي كانوا لا يبغون عنها حولا، ولذلك ظهر ما عرف بالعمل، العمل الفاسي، العمل السوسي، العمل وما إلى ذلك من الأمور التي هي في يعني في كثير من أحوالها إسباغ للشرعية على الواقع. فهذا كله دعا العلماء المصلحين إلى الظهور والدعوة إلى الرجوع إلى كتاب السنة وإلى صفاء الإسلام كما كان. طيب شيخنا، نريد أوجه الإصلاح في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الحقيقة أن هناك كثير من وصف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من خارج الدعوة ليس من أنصارها بأنها دعوة إصلاحية. كتاب مشهورون من في العالم الإسلامي مثل أحمد أمين، حتى طه حسين وعباس محمود العقاد وغيرهم من لا يعرفون بتوجه إسلامي وصفوا هذه الدعوة بأنها دعوة إصلاحية فضلا عن علماء غربيين. نريد كونها دعوة إصلاحية. نعم. كونها دعوة إصلاحية ظهرت بسبب فساد الواقع، هذا أمر لا شك فيه، لكن هذا الإصلاح يعني شابه شيء من الغلو. أنا دائما أقول مسألة، أقول إن الغلو الذي كان في ذلك الزمان في الشر وفي الانحراف ولد غلوا في الإصلاح. إذن هو يعني هو إصلاح، وهو دعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهو دعوة إلى نبذ البدع والضلالات، لكن هذه الدعوة تشابه غلو مما لا شك فيه. ولذلك أنا يمكن أن أقول إن هذه الدعوة في الأمور التي وافقت فيها جمهور علماء الإسلام كانت مصيبة ولا شيء، وبالعكس وكانت يعني بركتها عظيمة في ذلك، لكن في الأمور التي اختصت بها، وسأتي على بعض المسائل التي اختصت بها، تلك المسائل هي التي جعلتها فعلا دعوة تميزت بنوع من الغلو والتنطع الذي يعني جلب عليها استنكار علماء زمانها. يعني دعني من هؤلاء الذين فضلت بذكرهم، هؤلاء جميعا يعني باحثون ينظرون إلى المسألة من علو، يعني من غير أن يتعمقوا فيها. هؤلاء يعني يرون أن الدعوة حاربت الخرافة، حاربت الشعوذة، حاربت البدع التي شوهت معالم الدين، لكنهم لا يدخلوا في تفاصيلها وفي سائر ما تميزت به دون غيرها من الدعوات والطرق. نعم. طيب لو أتينا على مثل هذه المظاهر، مظاهر الغلو، ربما من أكثرها أو أشدها ما يذكر أو ذكره ابن بشر وابن غنام في كتابيهما، وهي كتب تؤرخ من أتباع الدعوة ومن أنصارها لتاريخها، وقد ذكروا في هذه الكتب ممارسات حقيقة من غلو في التكفير، من قضية القتال أيضا، قتال المسلمين، بل حتى أن بعضها وهم في وصفهم لمخالفيهم يصفونهم بأنهم مشركون وأنهم كفار وأنهم ليسوا على ملة الإسلام. نعم، أنا أحب قبل أن أخوض فيما يعني أن ما ذكره ابن غنام وذكره ابن بشر وذكره مؤرخ الدعوة يعني هو نتيجة وتحصيل حاصل لأفكار مسبقة. يعني لو أنك جئت تتحدث عن دعوة من الدعوات المعاصرة وقلت إنها قاتلت الكفار وفعلت وفتحت الفتوحات،
فأنت تتحدث عن شيء في نظرك أنه مشروع. فابن غنام وابن بشر هم يمدحون الدعوة بما فعلت، والسبب في ذلك هو يعني يدعون للرجوع إلى سبب حكمهم على هؤلاء القوم بالكفر وقتالهم لهم. هذا الأمر أنا حقيقة أنا كتبت فيه عدة رسائل، والكتب الحمد لله مطبوعة. أنا كتبت أولى الكتب كتاب الأجوبة الوفية عن أسئلة الزكية، وفصلت في تاريخ الدعوة وارتباطها بالأسرة السعودية وما إلى ذلك من الأحداث التي حدثت في الصراع مع الدولة العثمانية. ثم ذكرت في رسالة أخرى سميتها نظرات في الدعوة النجدية، ذكرت ما لها وما عليها باختصار. ثم توسعت في كتاب آخر وهو يقع في مجلد، هو هذا الكتاب يعني، سميته نظرات مباحث في العذر بالجهل والإقامة الحجة. فهذا ذكرت فيه كثيرا من المسائل التاريخية والعلمية والفقهية، وقارنت بين الدعوة النجدية والدعوة الشامية التي جاء بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبينت مواقع الاتفاق والافتراق بين هاتين الدعوتين، وأن هذه الدعوة ليست بالضبط متفقة مع الدعوة الأولى. يعني الدعوة النجدية ليست نسخة طبق الأصل عن الدعوة الشامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمؤاخذات التي يمكن أن نأخذها، نعم ربما سنأتي إلى قضية المقارنة بين الدعوتين، لكن الآن نريد أن نسمع منك هذه المؤاخذات على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. المؤاخذة الأولى هي ما هي عدم العذر بالجهل فيما يسمونه أصل الدين. وأصل الدين عندهم هو التوحيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه أصل الدين، أن نعلم أن الله واحد أحد، لا يجوز عبادة غيره إلى غير ذلك من الأمور، هذا لا يخالفهم في أحد. لكنهم يعني عمدوا إلى فروع من هذه المسألة وإلى مسائل قد تغمض على بعض الناس، قد يغلطون فيها، وقد عذرهم كثير من أئمة الإسلام فيها، فيقولون لا عذر بالجهل في هذه المسائل، كدعاء غير الله أو الذبح أو النذر أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. هذه الأمور عندهم يسمونها مسائل في أصل الدين، ويقول لا عذر في أصل الدين. هذه مسألة يعني فيها نقاش طويل، كيف تقول إن أصل الدين لا عذر فيه وهناك نقاش طويل في هذه المسألة؟ والعلماء تحدثوا عن أن تقسيم الدين بين أصول وفروع هذه بدعة من بدع المتكلمين وبدعة من بدع المعتزلة التي تسربت إلى الأشاعرة، ومنها تسربت إلى دعوة الشيخ. فالحقيقة أن هذه المؤاخذة الأولى. المؤاخذة الثانية وهي مسألة تكفير من يسمونه جاهل التوحيد. عندهم أن العامي الذي يعبد الله وهو مسلم ويصلي مع المسلم وكذا، لكنه لا يعرف يعني توحيد، لا يعرف أن يقيم الحجة عليه، لا يعرف هذه المسائل، لم يخطر على باله كثير من الأمور، يقول هذا جاهل التوحيد، وجاهل التوحيد عندهم كافر ليس بمسلم. وهذه مسألة لا شك أنها من المسائل الشنيعة التي أخذت على المتكلمين، وجماهير أئمة الإسلام لم يوافقوا عليها، حتى من المتكلمين الأشاعرة في إيمان المقلد يعني. إيمان المقلد، نعم، الذي يقلد من عن غير علم، نعم. هذا عندهم صرحوا بأنه كافر، وأنه يعني استحلوا دمه واستحلوا كذا. المسألة الثالثة من المسائل التي أخذت على العثمانيين، وهي تكفيرهم للأعراب الذين كانوا في زمانهم أهل البوادي، وتكفيرهم للعلماء الذين تعصبوا لهؤلاء الأعراب ودافعوا عنهم بحجة أنهم مسلمون ولا يجوز قتالهم، وتكفير جميع الذين يذهبون إلى القبور الأضرحة، وحتى أنهم يعدون البلاد التي فيها قبور الأضرحة بلاد شرك وكفر، ويعدون من خرج على طاعة أميرهم أنه ارتد وخرج عن الملة، فيقول كفرت البلدة الفلانية، ارتدت البلدة الفلانية، وبالطبيعة يكفرون الخلافة العثمانية التي هي كانت الخلافة التي تجمع هذه المناطق كلها. وهذه يعني أيضا من المسائل التي تحدث فيها علماءهم وشيخهم تكفير من يسمونهم في الجهمية، ويقصدون بذلك كل من تأول الصفات، يدخل في ذلك الأشاعرة والماتريدية والزيدية والإباضية والمعتزلة وغيرهم. طيب لو نقف عند نقطة تكفيرهم لمن يخالف أميرهم أو
يخرج على طاعته، هل هذا باعتبار أنهم يرونهم هم أنفسهم جماعة المسلمين وأنهم مسلمون وغيرهم ممن يخرج عن طاعة أميرهم كأنه خرج عن الإسلام؟ الحقيقة هناك مسألة يمكنك يعني يمكن للباحث في تاريخ الدعوة النجدية أن يتلمسها ويجدها، وخاصة إذا قرأنا أو رجعنا إلى رسالة كشف الشبهات للشيخ محمد الوهاب رحمه الله. هذه توضح أساس الفكرة التي جاء بها الشيخ. الشيخ ماذا يقول؟ الشيخ يقول، وهذا صرح به مرارا وتكرارا وصرح به تلاميذه من بعده، يقول إن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهم السلام جاء بالتوحيد للعرب، فآمن العرب جميعا بهم وبقوا على ذلك برهة من الزمان، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي فدعاهم إلى تعظيم الأوثان التي كانت أصلا أسماء رجال صالحين من زمن نوح عليه السلام، فأحياها فيهم فأشركوا وكفروا بذلك. وجاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فدعاهم إلى التوحيد، فمن آمن به فقد نجا، ومن كفر به فقد كفر وهلك، ومن قال أنا والله لا أعرف، يعني إن كان لم يبلغه تبلغه دعوته فهو في مشيئة الله، وإن كان أعرض عنها لم يحاربها ولم يوافقها فهو هالك أيضا. قالوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمان من الإسلام عاد الناس إلى الشرك بعبادة الأضرحة والقبور وما إلى ذلك، فحدث لهم حالة فترة جديدة كما كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الشيخ محمد بن الوهاب، يعني جاء محمد بن عبد الوهاب ودعاهم إلى التوحيد، فمن آمن به واتبع دعوته فقد نجا، ومن يعني طبقوا عليه نفس الأحكام التي طبقوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشركي العرب، ولذلك يسمون مخالفين مشركين لهذا السبب. نعم. وهذه مسألة حقيقة عويصة يعني. نعم. من نظر فيها. نعم. هذه غلو في الشيخ، غلو في الدعوة، وأيضا يعني عدم تطبيق مناط حقيقي لقضية الأحكام الشرعية. أنا أظن أن هذا السبب هو الذي دعا مفتي مكة الشيخ أحمد زيني دحلان، الذي كان من ألد أعداء الدعوة، إلى يقول إن محمد عبد الوهاب رام أن يدعي النبوة، ولم يرم ادعاء النبوة، حاشا لله، حاشا لله أن نتهمه بذلك، لكنه وضع نفسه في موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن من آمن به نجا ومن كفر به فقد كفر بالله. وسبحان الله، يعني الإشكال أين سيظهر؟ الإشكال أين سيظهر؟ سيظهر عند التنازع بين آل سعود أنفسهم، عندما افترق أبناء تركي بن فيصل الدولة الثانية، فيصل يعني في الدولة الثانية، وتنازعوا وتقاتلوا، عندئذ أحرج مشايخ الدعوة، فمنهم من تعصب لأمير ومن تعصب للآخر، فكانت النتيجة هم أبناء فيصل بن تركي بن عبد الله، فيصل بن تركي بن عبد الله محمد بن سعود الجد الأعلى للأسرة، ففيصل بن تركي كان له عبد الرحمن وعبد الله وسعود، عبد الله وسعود تنازع وتحارب، و يعني سعود استنجد بالدولة، أو عبد الله أحدهما استنجد بالدولة العثمانية، فقام المخالفون وكفروا على أساس أن الدولة العثمانية دولة ردة وكفر وأنتم استعنتم بها، وحصل التكفير المتبادل بينهما. ثم نفس الشيء حصل عندما حصل النزاع بين آل سعود وآل رشيد الذين كانوا في حائل وكانوا أصلا تابعين لآل سعود، ثم انشقوا عنهم واختلفوا معهم ووالوا العثمانيين فكفروهم وكفروا كل من كان معهم. يعني حصلت هذه يعني التكفير المتبادل، أصبحت فوضى تكفير حقيقة. نعم. مع أن هؤلاء كما يقول يعني بعض الباحثين أن مثل آل الرشيد ولا حتى بعض الأنصار يكون هو أصلا على مذهب الدعوة النجدية. نعم. ومع كله ذلك كلهم كانوا سلفيين ولا خلاف بينهم في المسائل العقدية. إذن هو ليس خلاف شرعي في الأصل، لكن خلاف سياسي نتج عنه استغلال الدين أو مبالغة في استغلال الدين وغلو فيه. نعم هو كذلك. نعم. طيب شيخ، لعل هذا يحتاج أيضا إلى الوقوف على مسائل شرعية. ربما هم الخلاف حول العذر بالجهل لا يعتبرونه خلاف، وبالتالي لا يرون من يقول بالعذر بالجهل هو قائل بمسألة شرعية ولا عذر له أيضا،
يقومون بتنزيل نفس الحكم عليه، كما بعض العلماء الآن ربما هناك من شرح كتاب التوحيد نفسه من كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب، شرح هذا الكتاب وطبع الآن في مجلدين، مع ذلك كان لهم موقف منه لأجل مخالفات، مخالفة في عدم تكفير القرى والقبائل التي لم ترضخ لآل سعود. يعني هو شو هو حقيقة آل سعود أو مشايخ الدعوة النجدية كانوا متفقين على مسألة عدم العذر بالجهل في ما يسمونه أفراد، إما هذا الأمر حصل فيه اختلاف بينهم عندما تفتحوا وبدأوا يخرجون ويدرسون في الحجاز وعمان والهند، منهم من ذهب إلى الشام ودرس على يعني المدرسة الحنبلية الشامية، منهم من ذهب إلى العراق إلى مدينة الزبير بخصوص قرب البصرة، يعني حصل تفتح، فعادوا وبدأوا يرون أن غيرهم ليسوا كفارا، بدأوا يتحدثون عن مسألة العذر بالجهل، فقام نقاش يعني عنيف بين الطرفين في مسألة العذر بالجهل، ولعل أبرز ما يوضح ذلك رسالة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن تكفير المعين، فإنه يظهر فيها غاضبا جدا على من يعذر بالجهل، وهو في ذلك يرد على أحد أبناء عمه ولا يرد على أحد خارج أسرتهم يعني. أيضا يعني ظهرت يعني رسائل لسليمان بن سحمان وغيرهم من مشايخ الدعوة النجدية، وهذا الأمر يعني يكاد يكون بدأ يتلاشى شيئا فشيئا مع تأسيس الدولة السعودية الأخيرة التي هي الآن المملكة العربية السعودية، حيث أصبح العلماء حيث انفتحت على العالم الإسلامي واستقدم علماء من العالم الإسلامي كله، فيعني خفتت جدا هذه النعرة وهذه النزعة ولم تعد. شيخ حسن، ربما حتى قد نستطرد في هذا، لكن لا أريد أن أفوت هذه الفرصة، في رسالة تكفير المعين لإسحاق بن عبد الرحمن ذكرت بأنه كان يبدو غاضبا جدا على من يعذر بالجهل، وبالتالي القارئ وكثير من الشباب الذين يقرؤون مثل هذه الرسالة لا يعرفون خلفيات الخلاف الواقع والحاصل بينهم في تلك الفترة، بالتالي يأخذ نصوص إسحاق بن عبد الرحمن ما أخذ كأنها نصوص شرعية لا يمكن النزاع فيها، وهو كذلك حقيقة يعني من أخذ نصوص هؤلاء المشايخ ولم يعرف حيثيات النزاع وأنه من أخطاء هذه الدعوة وأنهم لا يتابعون على ما ذكروه فإنه حقيقة يقع في أخطائهم، ولذلك أنا قلت إن كان الشباب المعاصرون أو الدعاة المعاصرون سيستفيدون من الرسائل العامة للشيخ محمد عبد الوهاب ولتلاميذه التي لا تختلف عن رسائل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فلا حرج في ذلك، لكن الإشكال هو في أن يأتي من يحيي الأخطاء، وهذا هو الذي سبب لنا أغلب الكوارث التي نعيشها الآن، أنه جاء طائفة وأحيوا تلك الأخطاء بذاتها وبدأوا ينزلونها على الواقع، فنتج لدينا ما نراه الآن من ما حدث من تنظيم الدولة ومن الحازميين وما إلى ذلك، هؤلاء يعني أخذوا الأخطاء ونفخوا فيها. نعم، طيب شيخ، لعل هذه نقطة تحتاج أيضا نوع من تفصيل، لكن دعني فقط شيخ حسن نخرج إلى هذا الفاصل أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليك. وختاما يتفضل السيد رئيس المجلس البلدي مصراتة سيد مصطفى كرواد، وأيضا رئيس المجلس المحلي تورغاز سيد عبد الرحمن الشكشاك، فليتفضل لاعتماد هذا الميثاق، ميثاق صلح مصراتة تورغاء في هذه الليلة التاريخية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم كل هذه الجهود على أحسن ما يرام، وأن تكون هذه الجهود هي النواة الحقيقية والبداية الحقيقية لبناء هذا الوطن، الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل جهود المصالحة في ختام هذه التوقيعات. إنما المؤمنون إخوة
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. شيخ حسن، ربما نعود إلى نقطة قبل أن نستطرد في من أحيا تلك الأخطاء ونشرها وتسبب في كثير من الكوارث في وقتنا الحاضر. نريد تحدث عن قضية العذر بالجهل، وكأنها مسألة هي حقيقة جوهرية و يعني تحتاج إلى بيان ووضوح في هذه القضية، لأن بنيت عليه كثير من الإشكالات. لكن نريد أعرض عليك إشكال، وهو أن الشيخ محمد عبد الوهاب نفسه وردت عليه أقوال في أنه يعذر بالجهل، كما القول المشهور عنه إذا كنا لا نكفر من يعبد الصنم في قبة الكواز وكذا، فكيف لا نكفر من لم يهاجر إلينا، ومثل هذه الأقوال. فهل له قولان أم الوضع تغير أم ماذا؟ الذي تبين لي بعد البحث العميق في هذه المسائل أن الشيخ كان له يعني لما يتحدث كان له مقامان، مقام عندما يحدث علماء العالم الإسلامي وخاصة السلفيين الذين كانوا في العراق كالشيخ علي السويدي وغيرهم من علماء بغداد، فإنه كان يتبرأ من كثير من المظاهر ويقول كلاما ظاهره أنه لا يكفر المخالف، حتى إنه صرح في عقيدته الشهيرة التي وهي يعني عقيدة أرسلها إلى العراق وقال فيها إن ما يقولون عنه من أنه يأمر بمقتلاء الخيرات وأنه يكفر ابن عربي وابن الفارض وأنه كذا وكذا، قال جوابي عن هذا كلي أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. نحن نعلم أنهم يكفرون ابن الفارض ويكفرون ابن عربي ويقولون إن يعني دلائل الخيرات فيه مصائب فيه كذا وغير هذا من الأمور يعني. وعندما كان الشيخ يحدث أتباعه وتلاميذه كان يعني يتحدث بكلام شديد جدا كمسألة فهم الحجة وإدراك الحجة، وعندما يقول إن كل من بلغته الحجة فلا فهمها أو لم يفهمها هذا لا يعنينا في شيء، فيجعل فهم الحجة هو نفس إدراك الحجة. يعني وصول الحجة إلى بلوغ الحجة إلى الناس عنده كاف في قيامها عليهم، فهذا يعني له كلام شديد في هذا الموضوع. حتى أكثر من ذلك الشيخ غفر الله له كفر علماء بأسمائهم، وكانوا علماء معروفين مشهورين كابن فيروز وغيره من العلماء الذين عرفوا بالتحقيق في المذهب الحنبلي، ومنهم من كان شافعيا في الأحساء وفي نجد وفي غيرها من البلدان، يعني هذا أمر معروف ومشهور أنه كان يكفرهم. وأيضا كفروا تلاميذ الإمام السفاريني وابن سلوم، سلوم له اختصار لشرح السفاريني على عقيدته، وهي عقيدة سلفية عقيدة يعني سفارين كان يعني حنبليا شاميا من نابلس. طيب شيخنا، هل هذا مرجعه الى وجود شبهة علمية ام لان الدعوة انتقلت من دعوة الى دولة، بالتالي المقام اختلف والاحتياجات اضطر الشيخ الى هذه الشدة وهذا الغلو في الالزام؟ انا يظهر لي ان الـ يعني الـ طابع الـ بالمناسبة أنا لم يعني أنهي مسألتي، يعني قضية العبارات التي يقولها الشيخ لا نكفر من عبد قبة الجواز وكذا، هنا مسألة حقيقة غريبة جدا عند النجديين، وهي أنهم يفرقون بين الكافر والمشرك. يقول كل من وقع عليه الشرك فهو مشرك، لكننا لا نحكم عليه بالكفر في أحكام الدنيا إلا إذا بلغته الحجة، وبناء عليه فالذين أشركوا ولكن لم تبلغهم الحجة كأصحاب البوادي وغيرهم، هؤلاء في أحكام الدنيا هم مشركون ليسوا مسلمين، لكنهم ليسوا كفارا، انتبه. ليسوا كفارا ولكنهم مشركون، وفي الآخرة هم تحت مشيئة الله، يعني أنهم أهل الفترة.
هكذا هذه يعني هناك نصوص كثيرة عنهم بهذا المعنى. بس شيخ حسن هذه أنواع من التأويل لوجود التناقض بين في أقوال الشيخ محمد عبد الوهاب، ربما كثير من يعني النصوص فيها نوع من التناقض، فجزء من العلماء الدعوة النجدية لجأوا لمثل هذه التأويلات. لا هو ليس تأويلا، لا هو يعني جمع النصوص، لأن هذا هذه المسألة كانت عندهم معروفة. نعم. أن عندهم الذين الواقع في الشرك مشرك عندهم يقول لا. نعم. لا تلازم، يعني لا يمكنك أن تقول مسلم ووقع في الشرك، كل ما وقع في الشرك وقع الشرك عليه. نعم. فبناء عليه لا يمكن أن يجتمع في المرء أن يكون مشركا مسلما عندهم. طيب ضعني أسأل سؤال مباشر الآن، بهذا الوصف لدعوة الشيخ محمد الوهاب وهذه الأخطاء التي وقع فيها الشيخ وكذلك الأتباع، هل يمكن أن يوصف الشيخ على هذا المنوال بأنه خارجي؟ يعني هذه مسألة من المسائل التي أنا تبحثت كثيرا فيها مع المشايخ المعاصرين، مع إخواني من الدعاة والعلماء، والنتيجة التي وصلت إليها هي أني أقول إن الزمان كان زمانا يعني مظلما، فكما أن معارض الشيخ ليسوا مشركين وليسوا كفارا، كذلك الشيخ لم يكن خارجيا، لكن الزمان كان فاسدا مظلما، فلذلك هو حاول أن يصلح، وهم يعني كان فيهم خير، فيهم علماء، فيهم يعني فقهاء، فيهم محدثون، فيهم أشكال وألوان من الناس، لا يمكن أن نحكم على الأمة الإسلامية في ذلك الزمان أنها كلها كانت كافرة ومشركة، لأن نفس التصرفات والمواصفات كانت يعني في زمن المماليك، زمن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يكفر الناس. نعم. لم يكفر، لم يحكم عليهم بأنهم مرتدون، قال هكذا كان الشيخ الإسلام يقول ضاهوا المشركين، جابه المشركين، يقول كلمات هكذا، يقول هؤلاء يعني إذا أقيمت عليهم حجة وقعوا في الكفر، يعني فالشيخ الإسلام رحمه الله كان واسع العذر للناس، لم يكن كما والحال في طيب شيخ حسن لو نأتي إلى أيضا المسألة المهمة، وهي قضية أن هناك في العصر الآن هناك من أحيا تلك الأخطاء وأصلها ونشرها من جديد. نعم، عندي بحث كتبته ومنشور بعنوان الدعوة النجدية والحركة الجهادية. نعم. وذكرت فيه كيف تغلغلت الأفكار النجدية في الحركات الجهادية، لأن الحركات الجهادية في الأصل هي كانت جزءا من الدفاع عن الأمة، ولم تأتي لتحارب الأمة. نعم. يعني الحركات الجهادية اللي ظهرت من بداية يعني الجناح العسكري للإخوان المسلمين ودفاعهم عن المسجد الأقصى ومحاربتهم للإنجليز وما إلى ذلك من الأمور، ثم ما تلا ذلك من الجهاد الأفغاني وما إلى ذلك من الأمور، هذه كلها يعني كانت امتدادا للحركة الإسلامية المعاصرة في الدعوة للرجوع إلى الشريعة الإسلامية الحكيمة ورجع الخلافة كما كانت. لكن الذي حدث أنه ظهر بعض العلماء وأحيوا بعض هذه المقالات وكتبوا فيها كتابات، وهذه الكتابات حقيقة ظهرت في نجد الآن يعني، وهؤلاء العلماء حقيقة يعني لا نشك في إخلاصهم، منهم من هو مسجون صلى الله يفك أسره، ومنهم لا نشك في إخلاصهم وحبهم لأمتهم، لكن هكذا مبلغهم من العلم، يعني رأوا أن هذا هو الحق وأن هذه السنة وكذا، فكتبوا هذه الكتابات. هذه الكتابات انتقلت إلى العراق إبان مواجهة الأمريكان. نعم. انتشرت بقوة هناك، إضافة إلى الكتابات التي كان يكتبها الشيخ أبو محمد المقدسي، وهي كتابات حقيقة تأثرت جدا بالدرر السنية في فتاوى النجدية. هذا جعل الشباب يعني يرجعون إلى هذه الكتب بقوة، وبعد أن كانوا لا يلتفتون إليها، يعني أغلب الشباب عندما كانوا يكتبون، أغلب الإسلاميين إذا رجعوا يرجعوا لكتب شيخ الإسلام تيمية، إلى ابن القيم، إلى ابن كثير، هؤلاء الأئمة، ولا يعني لا يعرفون تفاصيل كتب النجدية، وهم إلى كتاب التوحيد فتح المجيد، وهذا لا يعني كتاب يعني ليس فيه ينفذ، لكنهم عندما يعني رجعوا إلى هذه التفاصيل وكتبت فيها مثل كتاب شيخ علي الخضير حقائق التوحيد و
والمتممة لمسائل العذر بالجهل وغير ذلك، يعني هو ركز على هذه الأمور. هذه الأمور ولدت نوعا من الغلو، وهذا الغلو نما شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. طيب الشيخ، ربما الآن تحدثت كثيرا عن علاقة أو مقارنة بين دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية كما تسميها الدعوة الشامية. فهناك من ينسب أن الشيخ محمد عبد الوهاب هو امتداد لابن تيمية وهو عالة عليه، بل لم يقل شيئا إلا وهو موجود في كتب ابن تيمية وابن القيم. وهذا يعني في الجملة صحيح، إلا في المسائل التي خصت بها الدعوة النجدية وهي ترك العذر بالجهل، فإن شيخ الإسلام كان من أوسع الناس إعذارا للناس، كان من أوسع الناس عذرا بالجهل، وله كلمات يعني رائعة في هذا الباب، مما يدل على أنه يخالف النجديين تماما المخالفة. وهذا الذي ولد الإشكال لدى كثير من المعاصرين، فالذين يرون العذر بالجهل يتأولون كلام ابن عبد الوهاب على كلام ابن تيمية، والذين لا يرون العذر بالجهل يتأولون كلام ابن تيمية على كلام ابن عبد الوهاب، والواقع أنهما ليسا متفقين. ابن عبد الوهاب يخالف كلام ابن تيمية، هذا مما لا نشك فيه، وكلامه شيخ الإسلام رحمه الله واضح جدا في أنه جاء للتقريب بين المسلمين ولإعذارهم. حتى أهل البدع، كان شيخ الإسلام يقول أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. شيخ الإسلام لما جاءوا تلاميذه يهنئونه بمقتل أكبر أعدائه غضب غضبا شديدا وقال تهنئوني بموت عالم مسلم، وذهب إلى أبناء ذلك العالم وقال لهم أنا أبوكم بعد أبيكم. طيب هذا التصرف لو قلته لشخص الآن يقول لك هذا يداهن أهل البدع. وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله لما طلب منه السلطان ناصر قلمون أن ينتقم من أعدائه، ومن هم أعدائه؟ أعدائه هم الذين حاولوا قتله وكفروه وأرادوا أي وسجنوه. لماذا؟ لأنه نادى بالتوحيد، وهم ينادون بتقديس القبور وتعظيم ومسألة وحدة الوجود وما إلى ذلك من المسائل الخطيرة التي يعني لا يشك النجديون في أن أصحابها كفار. فالنجديون أخذوا كلام شيخ الإسلام صح، لكنهم لم يلتزموا ضوابطه وقواعده التي ذكرها في العذر يعني والتأويل وما إلى ذلك. إذن هو نستطيع أن نقول أنهم أخذوا المفاهيم والدعوة وقضايا التي كان ينادي بها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لم يلتزموا ضوابط الحكم على المخالف. نعم، ولكن هنا أحب أن أنبه إلى مسألة، وهي مسألة هامة جدا. نعم. وهي أن بلاد نجد ظهر فيها خلاف شديد بين طائفتين من العلماء. نعم. وهذا يعني ظهر وامتد إلى يومنا هذا. هذه الظاهرة بدأت بعالم اسمه الشيخ إبراهيم الجاسر، وهو شيخ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب التفسير المشهور وما إلى ذلك، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين. هؤلاء جميعا كانوا يرون العذر بالجهل، وكانوا يرفضون تكفير العثمانيين، وكانوا يرفضون تكفير بقية المسلمين، ويعارضهم علماء آخرون من كالشيخ عمر بن سليم وغيرهم، أسرة ابن سليم هؤلاء في هذه في القصيم، وهؤلاء كانوا على الضد من ذلك، ويرون أن هذا يخالف ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وهذا الشيخ إبراهيم الجاسر كان درس في الشام وجاء يعني بتراث شيخ الإسلام، وكان منفتحا، وكان يعني ضد التعصب الحنبلي للمذهب، يرى الانفتاح، ولذلك ظهر هذا جليا في كتب تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. فالنجديون ليسوا شيئا واحدا يعني بمناسبة، فلا نظلم الناس ولا نجعلهم في سلة واحدة، بالعكس كان هناك علماء رفضوا الغلو ودعوا إلى الاعتدال ودعوا إلى منهج شيخ الإسلام المعتدل والمنفتح على الآخر. طيب ما يعرف بتيار الصحوة، وهو تيار عريض في الجزيرة العربية وله علماء ودعاته، هل هو أيضا يتبع الدعوة النجدية أم له تصنيف آخر؟ لا، تيار الصحوة تأثر كثيرا بالعلماء والدعاة الذين دخلوا إلى الجزيرة العربية يعني بعد استقرار الدولة السعودية الأخيرة. فهؤلاء تأثروا بالشيخ محمد قطب حفظه الله رحمه الله، يعني أستاذنا الأستاذ محمد قطب رحمه الله،
وبالشيخ محمد سرور ابن نايف زين العابدين رحمه الله، وتأثروا أيضا بكتابات الشيخ ناصر الألباني التي كانت ضد الغلو، وكان يعني يصرح بأن النجدين عندهم غلو، وكان ضد مسائل التكفير، حتى اتهم بأنه يعني يقول بالإرجاء وما إلى ذلك الأمور. فهؤلاء جميعا أثروا في جيل عريض من الشباب. هذا الجيل بدأ يلتفت إلى هموم الأمة وإلى مشاكلها، وبدأ يركز على كتابات شيخ الإسلام وعلى ابن القيم وعلى كتابات ابن كثير وغيره من العلماء الأعلام الكبار، فأخرج لنا تراثا عظيما في الرد على العلمانيين واليساريين وكذا، وأصبح لديه انفتاح، ولم يعد ذلك الإنغلاق الذي كان قبل ذلك. يعني استفاد من علم مشايخه مع احترامه لهم، لكنه تجاوز أخطاءهم، ولذلك كتبوا كتابات قيمة في ضوابط التكفير وما إلى ذلك، كانت حقيقة مفيدة جدا في ضبط الشباب وضبط الجيل الجديد. لذلك تيار الصحوة حقيقة يعني كان فضله عظيما على العالم الإسلامي كله، ولا أقول على الجزيرة العربية في لوحدها، نظرا للكتابات، لأنه يعني في وقت من الأوقات يعني أداروا الجامعات السعودية ويعني كلف الطلبة بكتابات أبحاث في الماجستير والدكتوراه، كانت قيمة جدا. نعم. طيب هنا شيخنا، كيف يمكن أن يستفيد الشباب من كتب الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأتباعه دون الوقوع في الغلات، في هذا الغلو، وأيضا اجتناب الزلات التي وقع فيها؟ يعني ضروري أن الشاب المبتدئ أن يكون له شيخ يرشده، يعني يقول له هذا كتاب اقرأ وهذا كتاب لا تقرأ. يعني مثلا هناك كتابات قيمة يعني مفيدة جدا، لأنه يعني أغلب، حتى هو الشيخ محمد عبد الوهاب أغلب كتاباته هي رسائل تعليمية، يعني الشيخ نفع الله به في هذه المسائل. مثلا كتاب التوحيد لا يتكلم فيه، مجرد عناوين وآيات وأحاديث، وكذلك كتاب أصول الإيمان، وكذلك كتاب فضل الإسلام، وكذلك الأصول الثلاثة. يعني جميعا عندما نبتدئ دراسة العقيدة نبدأ بالأصول الثلاثة، وهي يعني هذه كلها مستمدة من الكتاب والسنة ومن كلام الأئمة، لا حرج فيها. لكن عندما تقرأ له مثلا كتب مستفيد في كفر الجاهل التوحيد وبعض الكتابات التي فيها أفكاره التي يعني أخذ عليها، نقول لهم هذه الرسائل يعني لا حاجة لكم بأن تقرأوها. نعم. أيضا الدرر السنية يحذر الطالب من أن يقرأها، طالب مبتدئ، لما فيها من مواطن خطيرة، يعني إذا تشبع بها المبتدئ يصل إلى درجة إصدار الأحكام على الناس والجرأة في غيره. إذن وهذا لا شك أنه أكثر من الكتب التي نجد لها تأثير في قضايا الغلو في التكفير، قضية كتاب درر السنية، لكن هو مجموعة كبيرة وتصل إلى حوالي 12 مجلد، وهي ليست خاصة بمحمد عبد الوهاب فقط، بل أيضا أتباعه إلى العهد المعاصر. نعم. طيب شيخنا، لو نعود إلى قضية جدلية أيضا، أن موقف الدعوة النجدية على من الدولة العثمانية، هناك من يرى من أتباع الدعوة أنه غير صحيح، بأن الشيخ محمد عبد الوهاب يراها بأنها دولة شركية، ولا أنه خرج على هذه الدولة باعتبار أنهم عثمانيون وليسوا أتراك وليسوا قرشيين، بالتالي ليس لهم حق الخلافة الراشدة، الخلافة التي لا يمكن الخروج عنها، وهذا اجتهاد، كما يرى أن هناك أقاليم ودول قامت في المغرب العربي وقامت في الهند وغير ذلك. هو الحقيقة موقف الدعوة النجدية أو الدولة النجدية من العثمانيين موقف شديد لسببين. السبب الأول الذي وضحوه وتكلموا به هو أنهم يعدون الدولة العثمانية حامية للشرك وسادنة للأضرحة والقبور، وهم يرون كل بلاد فيها تعظيم القبور والأضرحة بلاد الشرك. المسألة الثانية وهي أن الدولة العثمانية قبيل سقوطها في آخر عهدها عطلت كثيرا من الأحكام الشرعية، ومنها أحكام الحدود، واستبدلت دين الله سبحانه وتعالى،
استبدلت القوانين الوضعية بالأحكام الشرعية يعني في كثير من الأمور، وهذا كان في آخر عهدها. ولذلك نرى كتابات للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن يصرح بتكفير الدولة العثمانية نظرا لأنها يعني حكمت غير شرع الله عز وجل. إذن هناك سببان لديهم لتكفير العثمانيين. أما مسألة كونهم قرشين أو غير قرشين هذه لم يتحدثوا عنها، لم أرهم يعني تحدثوا عن هذا الأمر، ولا أنهم هم شقوا عن العثمان لهذا السبب. هذا الموضوع لا، لم يتحدثوا عنه، إنما يرون أن إمام يسمون أميرهم الإمام، يقولون إمام المسلمين، يعني وقام إمام المسلمين سعود، وقام إمام المسلمين محمد بن سعود، وقال يسمون زعماءهم أئمة. وقد صرح العديد من علمائهم بأن الدعوة النجدية لا خلاف بينها في تكفير الدولة التركية العثمانية، هكذا صرح بذلك العنقري، وصرح بذلك غير واحد، وكتبوا الكتابات في ذلك، وكفروا كل من والاها وأيدها وقام معها ضدهم. وبذلك كتب حمد بن عتيه كتابه بيان فكاك النجاة، وكتب الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب رسالته في دلائل الموالاة، يعني حيث حكم على كل من والى العثماني. حتى هو صرح قال اعلم رحمه، هذا في أول الرسالة. وأنا أذكر أنني لما قرأت هذا الكلام يعني صدمت، يعني كنت ما زلت في بداية الطلب وصدمت لهذه العبارة، اعلم رحمك الله أن كل من أحب التوحيد وأهله ولكنه ناصر المشركين أو داهنهم مخافة على المال أو النفس أو ما إلى ذلك فهو كافر مثلهم، يعني يكفره وجعله مثلهم، فلم ينظر إلى أنه معذور لأن كونه يخاف على نفسه أو ماله أو ما إلى ذلك فداهنهم، لا، حكم عليه هو أيضا بالردة. وهو يقصد هنا لا يقصد الكفار الأصليين، إنما يقصد العثمانيين. فهل يعني حتى أن البعض ربما يرى بأن الأصل العنوان الأصلي هو حكم موالاة أهل الأتراك وليس كما جاء هنا نعم أهل الأشراك. نعم. هذا هو العنوان الأصلي قالوا. نعم. طبعا هذه الرسالة كتبت والجيوش العثمانية تغزو البلاد النجدية، والقبائل كثير منهم يعني انضم إلى العثمانيين ضد النجديين، فلذلك يعني العامل النفسي يعني واضح جدا في هذه الرسائل. نعم. طيب شيخنا، لعل في آخر هذه آخر هذا اللقاء نريد يعني حكم عام عن أو ضوابط من خلالها نحكم على الدعوة، أي دعوة، بأنها مغالية أم غير مغالية باختصار. يعني هو الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى حفظ لنا منهج السلف واضحا طيبا. وبالمناسبة أنا أحب أن أقول إن من محاسن الدعوة النجدية أنها أخرجت تراث السلف بعد أن كان غائبا، هذه من محاسنها. وأنا بينت كثيرا من محاسن هذه الدعوة حتى لا أجني عليها أو أظلمها أو أحسب على أعدائها. لا، أنا لست يعني ممن يحسب على أعدائها ولا ممن يعني يدعو إلى هدمها كما يراد في الغرب. نعم. بحجة أنها يعني دعت إلى السنة وإلى التوحيد وإلى ما هذه كلها من محاسنها، دعوة للسنة، دعوة للتوحيد، دعوة إلى يعني إزالة البدع والضلالات وما إلى ذلك، كل هذا من محاسنها. فإذا يعني أنا أدعو حقيقة إلى أن يرجع الإنسان إلى تراث شيخ الإسلام رحمه الله، وإلى تراث السلف الصالح رحمه الله، وتراث علمائنا رحمه الله، حتى لا يشتق المرء. والإنسان يدرس العلم على أهله على العلماء ويتدرج في التعليم. لا يعني العلماء دائما حذروا من تشيخ الصحيفة، الإنسان الذي يدرس لنفسه دائما يقع في المطبات، لكن من له شيخ فإن الشيخ يأخذ بيده ويتدرج به حتى ينال العلم على أصوله. وهذا يقال في مسائل العقيدة أو في مسائل الفقه أو في غيرها من المسائل. نعم. نعم. في آخر هذا اللقاء شيخنا أنا نشكرك على هذه المشاركة الطيبة النافعة، جزاكم الله خيرا. الشيخ حسن الشريف الكتاني رئيس الرابطة العالمي للاحتساب، بارك الله فيكم. كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، إلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.